بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. وقفنا مع المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله بالجملة: فالكفر بمنزلة مرض القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره، وإن خفي عليك مرض ذلك العضو، لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع. يذكر ذلك في وجوب المباعدة وعدم التشبه وإن خفي مصلحة ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن ذكرنا ونعيد الآن أن الناس يتخذون الوقاية من الأمراض الحسية، نعم، ويقول الوقاية خير من العلاج، وهذا شيء معروف، والحجر الصحي أمر معروف، كل ذلك من أجل وقاية الأبدان من الأمراض الحسية. فالكفر والشرك والفسق أمراض معنوية، وهي أمراض للقلوب، أمراض للقلوب، ومرض القلب أشد من مرض البدن. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالكفار عندهم الشرك، الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم عندهم مرض الكفر، مرض معنوي، وهذا المرض ليس في البدن وإنما هو في القلب، في قلوبهم مرض، زادهم الله مرضا. فمرض القلب أشد من مرض البدن، فإذا كنا نتقي أمراض الأبدان فإنه يجب علينا أن نتقي أمراض القلوب من باب أولى، لئلا يصيبنا ما أصابهم. فأهل الكتاب وغيرهم من المشركين عندهم أمراض القلوب، مرض الكفر والشرك والنفاق، وهذا المرض مرض القلب يتعدى إلى الأعضاء، فسد الجسد كله يتعدى إلى الأعضاء، فتتغير التصرفات والأقوال تبعا للقلب، فمريض القلب يتكلم بالكلام الفاسد، نعم، ويتصرف التصرف الفاسد نتيجة لأن قلبه مريض، ولو أن قلبه صحيح لتصرف تصرفات صحيحة، وهذا شيء مشاهد. فمرض الكفر والشرك في اليهود والنصارى وغيرهم ينعكس على تصرفاتهم وعلى أفعالهم وأقوالهم، فيجب علينا أن نحذر وأن لا نتشبه بهم، هذا من باب الحماية ومن باب سد الذرائع ومن باب الحجر الصحي كما يسمونه، كلها بمعنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله، فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض. نعم، بعض الناس
تخفى عليه حكمة منع التشبه بأهل الكتاب، فيظن أن هذا من جنس العلو في الأرض، وأن شرعنا وديننا لما أمرنا بعدم التشبه لهم أنه من باب العلو، ويقولون الناس إخوة والبشرية إخوة في الآدمية والإنسانية، فلماذا نخالفهم؟ ولماذا يقولون هذه المقالة؟ نتيجة لأن في قلوبهم مرض وجهل هذه الأمور، ولو كانت قلوبهم سليمة لسلموا لأمر الله ورسوله دون اعتراض. فمخالفتنا لهم ليست مثل مخالفة الملوك لغيرهم من باب التكبر في الأرض والعلو على الناس، وإنما هو لأجل حماية ديننا وعقيدتنا ومصالحنا. نعم. قال: أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض، ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم. نعم، الملك على قسمين: ملك نبوي تابع للميراث النبوي، وهذا هو الملك الصحيح إذا كان الملك توجهه النبوة. نعم. فهذا هو الملك الصحيح، مثل ما أعطي لداود عليه السلام فإنه ملك نبي، ومثل ما أعطي سليمان عليه السلام فإنه ملك نبي. نعم. وكذلك كل ملك مسلم يأتمر بأوامر الله وينتهي عن نواهي الله، فإن هذا الملك مؤسس على آثار النبوة، فهو الملك الصحيح، بخلاف الملك القهري الذي لا الملك القهري أو ما يسمونه بالديكتاتوري. نعم. الذي لا يتمشى مع شرع، وإنما يتمشى مع العادات والتقاليد، تقاليد المستكبرين والذين يريدون علوا في الأرض وفسادا. فرق بين الملكين، والله جل وعلا يؤتي ملكه من يشاء، يؤتي الملك النبوي ويؤتي الملك القهري المستبد الذي لم يؤسس. وإيتاؤه الملك النبوي هذا رحمة، وإيتاؤه الملك القهري والاستبدادي هذا عقوبة وتسليط على المذنبين، يسلط الله عليهم الجبابرة ليسومونهم سوء العذاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها. نعم، هذا عطف على ما سبق في أن الكافر وإن أتقن الصناعة وأتقن الحرفة وأتقن التجارة وأتقن أمور الدنيا فإن عمله ناقص. لماذا؟ لأنه لم يؤسس على دين صحيح، لم يؤسس على دين صحيح، على دين الإسلام خاتم الأديان. فكل ما لم يؤسس على دين الإسلام فإنه ناقص مهما كان. نعم. قال: ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة. نعم، لو كانت أمورهم كاملة لاستحقوا ثواب الآخرة مثل ما هو كمال الإسلام. وأما إذا كان كمالا نسبيا، كمال الإسلام كمال مطلق، أما كمال غيره فهو كمال نسبي ولكنه لا يخلو من نقص مهما كان، لا يخلو من نقص مهما كان. نعم. الآن الشيخ، هذا الذي نقرأه ونسمعه وتشرحه الواقع في المسلمين من تصرفاتهم وأقوالهم بعيد عن هذا تماما، يعني يمكن لا يصدقون، يمكن يضحكون من أن يقال أن هؤلاء لا يمكن يكون عندهم شيء تام ولا عندهم تمام مطلق، ولا بد كل أمورهم فيها نقص، يعني المسلمون في بعد تام عن هذا بسبب أنه لم يقرأ عليهم هذا الكلام. إذن هذا يبين أهمية العلم الشرعي. أي نعم، فإذا قرأ عليهم هذا الكلام وبين لهم فإن فيه من يقبل الحق ويفرح به، وأما الذي لا يريد الحق فهذا لا أن تملك لهم الله شيء. نحن لا نخاطبه، إنما نخاطب من يريد الحق. قد يكون الإنسان جاهلا
ولو أنه عرف الحق لأخذ به. فهذا الكتاب وأمثاله للبيان، للبيان أو لإقامة الحجة. فالذي ينتفع هذا يبين له فيحصل رجوعه وانتفاعه، والذي لا يقبل هذا تقوم عليه الحجة. ولو لم يقرأ هذا الكتاب أو غيره لصار اللوم على العلماء أنهم لم يبينوا للناس. فهذا من إقامة الحجة على المعاند ومن نفع الذي يريد الحق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. نعم، هذه النتيجة لما سبق. إذا كان الإسلام هو دين الكمال ودين العلو الصحيح، للعلو العلو المتغطرس، وإنما هو العلو الصحيح الذي قال الله جل وعلا فيه: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، علوا صحيحا. فهذا يجب على المسلم أن يحمد الله على هذا الدين الذي كفل له الكمال. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه نعمة عظيمة ميز الله بها المسلمين على غيرهم ممن يتخبطون في الظلمات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. نعم، أحسن الله إليكم. قبل دخول مقطع آخر يا شيخ، مر قريب قول الشيخ: ولعمري إن النبوة غاية الملك. نعم، القسم هذا. نعم، القسم قوله لعمري هذا لا يجري على اللسان ولا يقصد به القسم. نعم. قال رحمه الله: فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة، ثم ذكر أدلة. نعم، تبين نتيجة لكل البحث السابق أن مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة، يعني لا في كل شيء. نحن ما نخالفهم في أمور المصالح المباحة، الصناعات والطب والهندسة والمصالح، هذه من العادات لا تدخل في أمور الشرائع، بل هي في الأصل للمسلمين. فهذا معنى قوله في الجملة. أما إذا قيل بالجملة بالباء فمعناه في جميع الأمور، وإذا قيل في الجملة فمعناه في غالب الأمور وليس في كل الأمور. فنحن مأمورون بمخالفتهم في الجملة، ولم يقل بالجملة. نعم، قال: ولهذا، لأن أمر مقصود مخالفتهم، قال: لهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة رحمهم الله يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا بأهل الكتاب. المقصود بالصبغ ليس هو اللون فقط، وإنما المقصود المخالفة. فلما كان لون شعرهم الذي اعتادوه لونا معينا، أمرنا بأن نغير هذا اللون إلى لون آخر مخالفة لهم. وإذا كان هذا في الشيب فكيف بغيره من الأمور التي هي أعظم من ذلك. نعم، قال: وقال إسحاق بن إبراهيم. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: العلة في صبغ الشيب، العلة في صبغنا للشيب ليس هو تغيير اللون فقط، وإنما العلة أننا نقصد مخالفتهم بذلك. أما لو أن إنسانا غير شيبه بغير السواد ولكنه لم يقصد مخالفة الكتاب فإنه لا يؤجر على ذلك، لا يؤجر على ذلك. نعم، الله أكبر. لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم، اخضب ولو مرة واحدة، أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود، أو ولا تشبه باليهود. نعم، الإمام أحمد يؤكد على تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخضب، يقول: ولو مرة واحدة، ليتحقق الامتثال.
ولو تدل على التقليل، يعني ولو داومت على التغيير لكان أحسن، ولكن على الأقل ولو مرة واحدة حتى تحقق الامتثال. نعم. قال: وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. نعم. قال الترمذي كما سبق. نعم. قال الترمذي: قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمر، لكن قال النسائي: كلاهما ليس بمحفوظ. وقال نعم. الدارقطني قوله صل... نعم. وقال الدارقطني المشهور عن عروة مرسلا. قال الشيخ رحمه الله: وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بيض الشيب الذي ليس من فعلنا، فلا أن ينهى عن إحداث التشبه بهم أو لا. نعم نعم. كما سبق أن ذكرنا بناء على قول الشيخ رحمه الله، هذا الحديث يؤيد ما سبق في أن المقصود ليس هو تغيير اللون فقط، وإنما المقصود مخالفتهم، نية المخالفة لهم. فقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب ولا تشبهوا، دل على أن ترك التغيير فيه تشبه بأهل الكتاب، ولو لم يقصد الشخص التشبه بهم، لو لم يقصد هذا، فإنه من رآه ظن أنه متشبه بهم وأنه يسير على عادتهم، فلذلك يتأكد تغيير الشيب. وذكر فيما بعد أن مخالفتهم على قسمين: مخالفة لهم فيما ليس من فعلهم كالشيب، فإن الشيب ليس من فعلهم، فنحن أمرنا أن نخالفهم فيه وإن لم يكن الشيب من فعلهم، فلا أن ننهى. وهذا القسم الثاني أن نتشبه بهم في أمر أحدثوه هم وفعلوه هم من باب أولى. نعم نعم. قال: فإذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا، فلا أن ينهى عن إحداث التشبه بهم أو لا. الظاهر أنه ليس من فعلهم، لكن ماشي. نعم. طيب. ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما، يعني ما يحدث. نعم. بخلاف الأول. هو التشبه بهم يكون مكروها ويكون محرما، يكون مكروها فيما ليس من فعلهم كالشيب، فإن هذا ليس من فعلهم ومع هذا أمرنا بمخالفتهم، ويكون محرما إذا كان هذا من فعلهم هم، كأن يحدثوا عبادة أو طريقة أو عيدا أو عيدا أو غير ذلك، هذا من أفعالهم، هذا محرم، تشبه بهم في أفعالهم التي أحدثوها محرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه البخاري هذه قضية ومسلم وهذا لفظه. هذه قضية أخرى بعد، وهي تتعلق بالشعر. نعم. قضية الأولى تغيير الشيب في الشعر، سواء في الرأس أو في اللحية، وهذه قضية أخرى تتعلق بشعر اللحية والشارب. لما كان الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في ذلك، فأمر بإكرام اللحى وإحفائها وتوفيرها، وأمر بجز الشوارب وإحفائها. والآن كثير من المسلمين مع الأسف على العكس. نعم. لأن الشيطان زين لهم هذا العمل، فهم يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم كاليهود والنصارى والمشركين تماما في هذه الظاهرة وهذه الخصلة. نسأل الله أن يهديهم للصواب
وأن يرجعوا إلى صوابهم، وأن يعرفوا أنهم متشبهون باليهود والنصارى والمجوس في هذه الصنيعة الشنيعة. فما أشوه وجه حلقت لحيته ووفر شاربه، يكون مشوه والعياذ بالله. فلكن لما كان الشيطان يزين هذا لهم ويظنون أن الكفار أنهم أهل كمال وأهل رقي وتقدم وحضارة وأنهم ما يفعلون شيء إلا وهو مستحسن، صاروا يتشبهون بهم فيما هو مستقبح دون شعور منهم. نعم، يبدو ما أشرتم إليه هو أساس الفعل، أنهم يرون الكفار أهل كمال والمسلمين أهل نقص. هذا هو، نعم هذا هو، بل يقولون كلاما فيه خطورة على الدين، يقولون هذه قشور، يقولون عفاء اللحية وجز الشارب هذه من القشور، يصفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها قشور، ومن بلغ به الحد إلى هذا فيخشى عليه من الردة، نسأل الله العافية، لأنه يستهزي بالشرع. الله جل وعلا يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكونه يحلق لحيته ويوفر شاربه هذه معصية محرمة، لكن كونه يضيف إلى هذا ويقول هذه قشور، أو حتى ولو لم يحلق لحيته وكان يجوز شاربه وهو يقول هذه قشور، هذا يخشى عليه من الردة. نعم، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: فأمر بمخالفة المشركين مطلقا، ثم قال: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة المشركين، قال: خالفوا المشركين. نعم، أحفوا الشوارب، هذه قاعدة، ثم ذكر جزئية من جزئيات هذه القاعدة، فقال: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وأوفوا اللحى يعني يتركوا اللحى على ما هي عليه من غير تعرض لها بقص أو نتف أو حلق، لا تغير اللحية عن وضعها، لأن وضعها جميل والله خلقها معتدلة وموافقة للوجه مجملة للإنسان، فليس فيها تشويه وليس فيها ما يشق على الإنسان أو أنها ثقيلة تحمل الإنسان، وإنما هي وضع مناسب إلهي خلقه الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فأنت ترى الوجه الملتحي أجمل من الوجه الحليق، هذا شيء في الطبيعة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: هذه الجملة الثانية قوله أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى بدل من الأولى قوله خالفوا المشركين. نعم، البدل قد يكون بدل جمل. نعم، خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، هذا بدل، فقوله أوفوا الشوارب وأوفوا اللحى هذا بدل من قوله خالفوا المشركين. نعم، قال: فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات. نعم، كقوله تعالى: يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب. نعم، هو البدل هو المبدل، الجملة هي الجملة، لكن هذا والله أعلم من باب التأكيد. نعم، قال: كذلك هنا، هذا هو المخالفة المشركين المأمور بها هنا، لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين، لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وإن عينت هنا في هذا الفعل. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالقاعدة العامة وهي مخالفة المشركين على وجه العموم، ثم ذكر نص على هذه الجزئية وهي أو إيفاء اللحى وجز الشوارب، هذه جزئية من جزئيات المخالفة المطلوبة. نعم، قال: فإن تقديم المخالفة علة لتقدم العام على الخاص، كما يقال: أكرم ضيفك، أطعمه، حادثه، يعني أوفوا اللحى وأحفوا الشوارب، خالفوا المشركين. فإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب علته مخالفة المشركين، فعلته مذكورة من قبله، مذكورة من قبله. نعم، قال: كما يقال: فلو أنه أعفى لحيته
وترك وأحفى شاربه وقصه دون أن يقصد المخالفة لم يحصل على أجر، لم يحصل على أجر، على أجر، لا، لكنه في الجملة أكمل من الذي يحلق لحيته ويوفر شاربه، هو أكمل مظهرا وصورة من الذي يحلق وإن لم يحصل له أجر في ذلك. نعم، لكن هذا لأنه تركها على مجراها سلم من المأثمة فقط. أي نعم، أما ذاك الذي فعله لقصد مخالفتهم نال الأجر، ما في شك. نعم، إنما الأعمال بالنيات، لكن هذا أكمل من الذي يحلق ولو كان ما قصد المخالفة. نعم. قال رحمه الله: فأمرك بالإكرام أولا في قول أكرم ضيفك. لكن وهذه نعم، فهذا فيه رد على شبهة الآن اللي يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم، يقولون الآن اليهود والنصارى يوفرون، منهم من يوفر لحيته ويجلس شاربه، ونحن أمرنا بمخالفتهم، فمعناه أننا نحلق. نعم، فنقول له: لا، الذين يتركون لحاهم ويفرون شواربهم هؤلاء باقون على أصل الفطرة، على أصل الفطرة، الفطرة، ومن بقي على أصل الفطرة أكمل ممن غير الفطرة. الفطرة. نعم. قال: فأمرك بالإكرام أولا في قول أكرم ضيفك أطعمه وحادثه، دليل على أن إكرام الضيف مقصود، ثم عينت الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت. أكرم ضيفك هذا أمر بالإكرام عموما، أطعمه هذا أمر خاص بالإطعام، فهذا من الأول، هو من الأول من القاعدة الأولى وهي إكرام الضيف. القاعدة إكرام الضيف. نعم. ومن إكرام الضيف إطعامه وحادثته وتقديم ما يحتاجه. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.